بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. اكتر حاجه بحبها في اداره الترجي انها تفضل صبر على المدرب صبر على المدرب صبر على المدرب وهوبا سلمه للجمهور. ايه بجد والله. اه يا باشا, وده حصل مع معين الشعباني وحصل مع كابتن طارق ثابت. حصل مع معين الشعباني وقرروا ان هم يكلوا معين الشعباني في توقيت ما حدش فاهم اصلا هم مشوا معين الشعباني ليه, وقال لك اصل معين استقال وقرر ان هو مش عايز يكمل. ودلوقتي بينزلوا على صفحه رسميه للترجي ان كابتن طارق ثابت لا مؤاخذه يعني طلب التخلي عن منصبه اللي هو مدير فني الفريق. معلش هو مش كابتن طارق مدرب مؤقت. اسكت, ما احنا ثبتناه. طب ثبتوه امتى؟ معلش يعني ثبتناه بعد ماتش اتحاد المنصير اللي هو كسب فيه. لا, ولا ثبتناه بعد وصوله لدور نص النهائي في بطوله زي السوبر ليج. لا معلش, ما تسالش في الحاجات دي. احنا ثبتنا كابتن طارق ثابت يا سيدي, واحنا مبسوطين بكابتن طارق. براحتك يا سيدي, بس ما لقيناش في فكره جديده اتقدمت, ما لقيناش في اي حاجه اتغيرت, ما لقيناش